نانسي عجرم الفنانة اللبنانية ترجع لتونس نهار 3 أوت بحفلة على ركح مهرجان بنزرت الدولي. عرض نانسي عجرم هو أغلى عرض يتنظم السنة في مهرجان بنزرت الدولي والحفلة الوحيدة اللي باش تقدمها الفنانة في تونس السنة. حفلة نانسي في بنزرت تزامنت مع حفلة راغب علامة في المسرح الأثري بقرطاج وحفلة زيادة رحباني في مهرجان الحمامات الدولي. منافسة كبيرة ما بين 3 فنانين لبنانيين. راغب ونانسي كانوا تقابلوا نهار الحفل في النزل اللي سكنوا فيه زوج نجوم وتمنوا لبعضهم النجاح. بتونس الحب الفهينة أنا وحبيبة الأهل نانسي عجرم موفق بدبوس وأنت موفق ببنزر أنا موفق بكرداج. جمهور جام 8:30 بدأ يدخل. جمهور من مختلف الأعمار جام من بنزرت ومن تونس ومختلف الولايات القريبة. نانسي عجرم عندها قاعدة جماهيرية في تونس، فان كلوب كبير برشا، الناس تحبها وتحفظ أغانيها وتتبعها. تعجبني نانسي عجرم وإن شاء الله تعدى سهرية مزيانة. يعجبني غنيها الطربي وحتى الغناء متاع الجو متاعها زادا يعجبني. أنا أصيل بنزرت ما تو نسكن في بيجة وجيت لها بالذمة وخفت برشا وقت اللي كانت أنيولي، الحمد لله رجعت. العشرة بالضبط نانسي عجرم توصل فضاء المهرجان، زحمة كبيرة، برشا وسائل إعلام اختارت إنها تواكب العرض متاعها. الداخل في الكواليس في قاعة الانتظار نلقاو مصمم الأزياء علي القروي، مصمم الأزياء التونسي موجود هو وعائلته. علي يعرف نانسي وجاي خصيصا باش يقابلها. وفيت أول فنانة لبستها في حياتي من أول ديفيلي هي نانسي عجرم، معناتها جوست من بعد الديفيلي فاشونيك 2012 صار الكونتاكت مع الليكيب نتاع نانسي عجرم وهي واختارت اون روب من الكوليكسيون ولبستها ولو سوكسي ا كومونسي دو لا. مع علي القروي نلقاو اكتشاف مرأة بنية صغيرة عمرها 5 سنوات تحب نانسي وتحفظ غنيتها، طفلة موهوبة وعندها قبول ساحر. شي زالك مريتو افرح شوية واضحك شوية بدي خلي روحك عني ورا. نانسي عجرم توصل الفضاء المهرجان، زحمة كبيرة بين معجبين وسائل إعلام، الناس الكل يحبوا يتصوروا معاها. نانسي عجرم حبت ترضي الناس الكل. قبل بداية العرض قابلنا النجمة اللبنانية نانسي عجرم وحكينا معها. نانسي عجرم مساء الخير. فرحاني برشا باش نلقاوك في مهرجان بنزرت. السنه اللي فاتت كنت في مهرجان قرطاج سهره ناجحه واليوم جمهور كبير يستنى فيك في مهرجان بنزرت، شو يعني لك انك تكون موجوده مع الجمهور التونسي؟ بنبسط دائما اني ارجع اقول انه انا كثير بحب وبهمني اتلاقى بجمهور التونسي، بهمني اتلاقى بجمهور بحب الفن، لانه انا بحب الفن، بحب لما اجي على بلد الناس بتقدر انا شو عم غني وبتحب بتحب أغنية وبتتفاعل معي وبتغنيون معي. تونس احتضنتك في من البدايات، يمكن وقتها كان عندك صعوبة أنك تعمل حفلة كاملة بساعتين بأغانيك الخاصة. اليوم لما سألنا الجمهور صعب جدا أنه تنجم ترضي الأذواق الكل، لأنه لو تفضل تغني 3 ساعات على المسرح مش ممكن تخلصي الأغاني. قصدك قديش عندك الكمفور اليوم والصعوبة كذلك والإحراج أنك تلبي كل طلبات الجمهور، يعني كبار صغار؟ قد ما بقدر يعني بدي لبي قد ما بقدر اكيد، وقد ما الوقت بيسمح لنا وقد ما يعني اداره المهرجان حتى وقت يمكن معين انه نغني بنزيده شوي ونغني تقريبا ما في غني كل شيء، بس انه بدي غني كل الاشياء اللي بحبون الناس لإلي. في كتير هلا يعني في سبيشال ريكويست من على السوشيال ميديا من الفانز بتونس انه في اغاني بدهم ينغنيها على المسرح فراح اغني لهم اياها. فما مقترح انك تغني يا ليلي، كنت غنيتها في التلفزيون اللبناني و حافظه منها مقطع بس الصبر. ايه لا بدي غني تغني اليوم؟ ايه اذا طلبوه مني بغني. مجهزه اغنيه مصريه باش تنزل قريبا، شو نجم نعرف على الاغنيه هذه؟ شو ممكن نعرف على الاغنيه الجديده؟ بتعرف كنت مجهزه غنيه يمكن هلا غير رح تكون مصريه، بس كان في 2 ستايل يعني ديفيرون. هلا بدي اشوف بعدني ضايعه، بدي اشوف شو لازم نزل. كلاسيك ولا ايقاع؟ 2 يا هي يا هي. اذا قبل سبتمبر ريتمي، اذا بعد سبتمبر كلاسيك. برافو شو الفكرة؟ كنت التقيت مع راغب علامة اليوم في الأوتيل، هو عنده حفلة في قرطاج وانت عندك حفلة في بنزرت، وفما كذلك زياد الرحباني بالحمامات، ثلاثتكم بنفس السهرة،
في أحلى منا أن نكون أنا محل ورغب محل وزياد الرحمن محل وهيك نكون نحن جامعين هيك الفرحة وين ما كان. لو عندك ما عندكش سهرة اليوم وعندك تذكرة تروح عند كذا تروح عند راغب على قرطاج ولا عند زياد؟ نص نص. حبيت نعرف حكيت له قلت له هنيته على The Voice راغب. لو تعطيه نصيحة وانت كنت موجودة في البروغرام لو تعطيه حاجة من خلال انتبه انا كنت The Voice Kids وبعدني الاطفال بيختلفوا كتير عن الكبار يعني انا عندي صعوبة اكتر منه كمعاملة لانه الادولت فيك تحكي عنده يعني بيستوعب اكتر وهيك بس الطفل شوي صعب فاكيد راغب ما بده مين يعطيه نصايح ما بده مين يقول له شيء اسم الله عليه هو بيعلمنا كلنا يعني ننسي نشكرك بالنجاح والتوفيق مرسي كتير العشرة نص متاع الليل ننسي تطلع على خشبة مسرح بنزارة الدولة باش تقابل الجمهور اللي عبى المدارج تقريبا 7500 متفرج كانوا حاضرين ننسي عجرم على مسرح بنزرت أناقة مميزة لبسة روبة بيضة من تصميم المصمم اللبناني جورج حبيقة وكانت في أسعد حالاتها نانسي عجرم غنت برشا من غنايتها المعروفين كما يا بنات اهو نص غناية حبها الجمهور بصوتها كما شيل عيونك عني غناية كان الفان كلوب متاعها يطالب بها المفاجأة في العرض مرام البنية الصغيرة كنت تذكروها مليح تطلع للركح مع نانسي عجرم طلب منها وتغني معاها نولع الجو بعد ساعة ونص تقريبا يوفى الحفل العرض كان ناجح والجمهور خرج فرحان بالسهرية اللي تقدمت له على خلاف الدورات السابقة مهرجان بنزرت ما برمج كان سهرة عربية كبرى واحدة سنة هي سهرية نانسي عجرم رغم اللي مهرجان بنزرت كان ينافس مهرجان قرطاج خاصة في الأسماء العربية هل هي مشكلة ميزانية؟ مشكلة وقت؟ مشكلة إدارة جديدة نتمنى أنه مهرجان بنزرت اللي عرفناه كبير في دوراته الفايتة يدارك العام الجاي ببرمجة كما عودنا عليها في السنوات السابقة جو يهبل وهي معناها حفلتها على الاخر على الاخر سهرية روعة ومن اللي جيت وإحنا نشتحوا عملنا جو على الاخر ديجا نانسي من تمشينا وراها كرتاج بنزرت صوصة ديما وراها نانسي سهرة المتعة سهرة الجمال سهرة الإحساس نانسي ديما تبدع في مهرجان بنزرت ملي دخلنا وإحنا شيخين نحنا نشتحوا فريمون نانسي حافظت على العادة متاحة عادة الجو مانيفيك أنا بطبيعتي نحب نانسي برشا 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 جلادور فريمون بيل سواري محلاها إلي أوتنتيكا المام وسعت بالها حكيتهم على عباد الكل محلاها على الأخر ما I can't wait شوش نتفرج في الحفلة متاحة ونشتها معها أنا وبنات عطتني مش عطتني خليت المشموم متاحة ريحته يسر بمينا في اللون أنسي محلاها عجبتني على الأخر دي ما عبد تشوفه معناتها في الفيديو متاحة والإنستغرام وكل شيء ساعات تفجعك ترى في الدنيا ما هي محلاها تقطف في الإنستغرام في الكليبات في الدنيا تقطف محلاها منها تصورتها معها أكثر من 3 مرات برشا تصور ده فكرتني بشنها بالتصوير لفولوغز متاعي نغزلها شوية خطر يعرفوني نحب ناسي نموت عليها دي ما عيتولي ناسي عاجة مش خطر جبالها خطر نحبها على الأخر تايغ جيتها والتعنيول في كارتاج
وباش يفرحوا برشا كي يشوفوني مع خاطر يعرفوني نحبها مش نورمال. C'était une soirée au-delà de nos attentes. كالعادة نسي عجم بجوها وعفويت عملتنا برشا جو أغاني ياسر يهبلو صوتها تبارك الله عليه كما في الكليبات كما في الدنيا شخنا شطحنا تفرهدنا ونحب نشكر بأش بانك اللي غاسا أنا معناتها جيت وتصورت معها وعملت دو تخي بون مومون مع نسي عجم والجو ولعنا نسهر لتلو الدو نحنا واللي معنا